التحرك نتاع اليوم هو كان قدام المجلس إكسبري على خطر المجلس التأسيسي هو اللي خرجت منه واللي تصادق فيه قانون الميزانية نتاع 2018 قانون الحرب على الشعب. ونحن موجودين اليوم لنا باش نعلنوا الحرب على الحرب اللي أعلنتها علينا الحكومة اليوم. إلى حد البارحة فما زوز من نشطاء من حملة فاش نستناو في القروين تم إيقافهم ديجا قبلها زادة معناها في جيب الزادة تم إيقاف زوز وحيد أخرين، معناها إلى يومنا هذا فما مازالت متواصل الإيقافات. نحن معناها نتحرك وفق الموازين القوى اللي عندنا، أما أكيد باش نواصلوا معناها المشوار أنه باش نزيدوا معناها نهبطوا للناس في الأحياء الشعبية، باش نمشيوا للمارشي نحكيوا معاهم، باش نكملوا نواصلوا نوزعوا الفلاير، وباش نكملوا نواصلوا زادا نعملوا دعاية للحملة هذيا، إلى أنه العباد معناها تقتنع بأنه راه وحدتنا هي اللي تخلينا نجم نغيروا الواقع البذيء اللي عايشين فيه. شادين شادين في سراح المخوفين، شادين شادين في سراح المخوفين. الجبهة الشعبية نحب نذكروا راهي من شهر أكتوبر نبهت لخطورة القانون اللي كان جاي للنقاش في المجلس، وقامت بتوزيع فلاير على أوسع نطاق ونبهنا لخطورة هذا القانون حتى قبل ما نناقشوه، خاطر عارفين نوايا الحكومة فين متجهة. أثناء المداولات في المجلس في اللجنة وفي الجلسة العامة نواب الجبهة الشعبية قاموا بأقصى جهدهم من أجل أن يوقفوا المساعي نتاع الحكومة، ولكن بطبيعة الحال بضوء الأغلبية النيابية الموجودة ما يمكنش التصدي لهذا القانون. المساعي السياسية لا تستقيم لأنه المساعي السياسية يفترض ذلك أنه عندنا وهم على هذه الحكومة بالحوار باش نجم تراجع الاختيارات نتاعها. وثانيا من الناحية الإجرائية غير ممكن لأنه إجرائيا ما ثماش معناها ما يتيح داخل المجلس مراجعة هذا القانون، والحال أنه مازال معناها مبدع على تنفيذه إلا معناها 21 يوم. ينبغي من الناحية الإجرائية انتظار معناها قانون مالية تكميلي اللي يقع معناها في فترة متقدمة من تنفيذ معناها الميزانية لسنة 2018 باش نعود نرفع هذا القانون. فمن هذه الناحية الحقيقة ما ثماش معناها أفق للمسألة. ما زلنا ندعو للاحتجاج وندعو المواطنين مجددا باش يعاودوا يهبطوا للشارع ويحتجوا، لأنه إسقاط هذا القانون أمر ممكن ويتطلب معناها حركة شعبية قوية، حركة شعبية في نطاق معناها مقتضيات القانون وفي نطاق معناها السلمية، أما راه ممكن إسقاط هذا القانون حتى وإن تظاهرت الحكومة بأنها غير مستعدة معناها للاستجابة لهذا الطلب. كل الأسف الحقيقة اليوم جينا قدام البرلمان ما رأنا إلا معناها نحسوا في روحنا أنه مازلنا في مربع الحريات ومربع حق التعبير وحق التظاهر، يعني نتمنعوا معناها من التظاهر قدام البرلمان، والأكثر من كيك تصير اعتداءات من طرف قوات البوليس، نوع من القمع، فما ضرب يعني بالمتراك، فما ضرب بالغاز، معناها إلى حد الآن مازالت متواصلة الاعتداءات هذه، والكل يعني من أجل منعنا من الوصول من الاحتجاج بطريقة سلمية أمام باب البرلمان. فالضرب كان الركل اللوطة، وكان الركل في الجانب السفلي متاع المتظاهرين، وهذه فيها نية مبيتة وخايفة وخايبة، ومن شأنها أن يضر المتظاهرين جسدين أكثر من الاعتداء بالمطرق. كذلك وقع الاعتداء بالغاز، وعنا رفاق وعنا رفيقات وقع نقلهم الخارج المسيرة وهم تعافوا وهم خارجين.